معنا مشاهدينا الكرام من فيينا الصحفي والإعلامي السيد زياد السنجري، مرحبا بك يا أستاذ زياد. بداية، كم العقارات، عدد العقارات التي استولى عليها الوقف الشيعي في مدينة الموصل بحسب اطلاعكم، وما أسباب هذه الإجراءات؟ مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. بداية وتحديدا في هذا الموضوع، الحقيقة لدي بعض المعلومات أريد أن أطرحها قبل ذكر بعض المواقع التي استولى عليها الحشد. هذه العملية، الاستيلاء على مناطق معينة وجوامع ومساجد في مدينة الموصل التابعة للوقف السني أو وزارة الشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية في أحد السابق، هي ليست المحاولة الأولى، فقد كانت هذه سبقتها محاولة وقوية جدا في وقت المالكي، عندما طلب من السيد أسير الشيخ المحافظين والسابق بأن تعاد هذه الجوامع والمساجد إلى الوقف الشيعي، باعتبار بأنها أسماء هذه المساجد وهذه الجوامع هي أسماء لشخصيات دينية مقدسة لدى الشيعة، وكأن الذي يعني كأن الصحابة أو أولياء الصالحين هم فقط الشيعة، مثل سيدنا علي وسيدنا وبقية آل البيت كلهم. في الحقيقة هذا الطلب شبه بالرفض، وكان الرد واضح جدا بأن من أثير المجايفي وقتها من سبق، وإذا لم تمتثل لهذا الأمر وبالفعل حدث ذلك، وهذه صراعات سياسية. ما حدث اليوم بعد دخول مدينة الموصل تحديدا، استولت مجاميع مسلحة على بعض المناطق الدينية، ولربما جامع الأرقم كما ذكره التقرير، وهناك جامع النبي يونس أيضا حيث تم وضع اليد عليه لأنه يقع في منطقة تجارية، وجامع النبي شيد أيضا، وبعد حملات مطالبة وبعد حملات إعلامية مكثفة من قبل الأهالي تم رفع بعض التجاوزات عن هذه المساجد. للمعلومة، في مدينة الموصل تحديدا داخل حدود مدينة الموصل لا يوجد أي جامع تابع للأخوة الشيعة في مدينة الموصل باستثناء جامع واحد في منطقة الفيصلية تحديدا، وكانت الصلاة فيه مشتركة، وأنشئ في نهاية الستينات القرن الماضي أو بداية السبعينات تحديدا. طيب. في داخل مدينة الموصل مسجد واحد، طبعا مسجد واحد فقط، وهناك في أطراف مدينة الموصل في منطقة الشريخان هناك مسجد علي الهادي أو مسجدين آخرين، وبقية المساجد كلها والجوامع كلها بدون استثناء هي تابعة إذن أستاذ زياد، ما دلالات توقيت هذه المطالبات الآن في مدينة منكوبة وهي مدينة الموصل؟ الحقيقة هي تتزامن مع بعض الممارسات التي طفت على وسائل الإعلام مؤخرا، وهي ممارسات تهجير عوائل من الجانب الأيمن خارج مدينة الموصل. هناك عمليات تسليب تجري الآن في مدينة الموصل، سيارات عسكرية بدون أرقام. اليوم تم إلقاء القبض على أحد عناصر ميليشيا بدر وهو يقوم بعملية اغتيال في مدينة الموصل. هناك عدة عوامل، هناك عدة مسائل، ومن ضمنها الاستيلاء على مساجد وجوامع. أحد الجوامع تحديدا وهو جامع الإمام الباهر، وأنا من الموصل القديمة، مسقط رأسي هناك، وأعرف المكان جيدا. الإمام الباهر لا يوجد منذ الطفولة أكثر من 30 سنة، لا يوجد شخص، طبعا الكل مسموح لهم بالصلاة، ولكن ليس لدينا شيعة في مدينة الموصل. داخل مدينة الموصل هناك أقلية شبكية في أطراف سهل نينوى، هناك بعض الأقليات في تل عفر، ولكن داخل مدينة الموصل ليس لدينا شيعة، وهو مرحب بهم وهم أخوتنا في الوطن، وليس لدينا مشكلة معهم، لكن هي الحقيقة الدامغة، الحقيقة الواضحة للجميع، ليس لدينا شيعة في داخل مدينة الموصل. الآن أستاذ زياد، يعني يتساءل كثيرون عن غياب دور مجلس المحافظة والمحافظ الحالي تحديدا مما يحدث. اختلف عن بقية المحافظات الأخرى، هي مناطق متمدنة جدا ومعروفة ومن عوائل وترجع بنسبها إلى عشائر جدا معروفة، ليس لدينا شيعة، ليس لدينا شيعة، فكيف يصبح
أن يكون الجامع الفلاني أو المسجد الفلاني للوقف الشيعي، وهو ومن أمر بوقفه هو رجل سني، من عمر هذا الجامع هو شخص سني. يعني سيدنا علي ليس شيعي، طيب. علي بن أبي طالب ليس شيعي. لا، على الجميع أن يعرف هذه المسألة، وهي مسألة بديهية جدا في دراسة. إذن أستاذ زياد، في أي سياق تضع هذه الممارسات؟ لا سيما أن الوقف السني يؤكد عائدية تلك الجوامع والعقارات، وكيف تفسر موقف المحافظة تحديدا الآن؟ المحافظة ومجلس المحافظة ومحافظ بينه وهو شريك أساسي من الشيعات الموجودة الآن في مدينة الموصل، بعمليات سرقة الخردة، عمليات سرقة الحديد، عمليات سرقة النفط وتهريبه، في عمليات الفساد والتي تزخم الأنوف، والكل يعرف بذلك. بالنسبة لمحافظ بينه ومجلس محافظ بينه شريك لتلك الميليشيات ولديهم صفقات مشبوهة، ولربما في وسائل الإعلام كلنا شاهدنا حجم المليارات التي تنهب من مدينة الموصل. ولكن توقيت ودلالات هذا الأمر تحديدا في هذا الوضع الحالي هي لأجل تشييع مدينة الموصل. تشييع ليس بمعنى التشييع الذي نعرفه في العراق منذ مئات السنين، وإنما هو تشييع خاص، تشييع صفوي، بحيث ممارسات طقوس غريبة، طقوس ليس لها علاقة في الإسلام، ممارسات عجيبة غريبة، شعوذة، دجل، هناك أمور يندلها الجبين لا أستطيع أن أذكرها لمشاهدينا الكرام. هناك ممارسات تقام يوميا في مدينة الموصل غريبة وطارئة على المجتمع الموصلي. المجتمع الموصلي مجتمع متحضر منفتح، ولكن لا يقبل بتلك العادات والممارسات واللطم والمسائل الأخرى. فإذا هي عملية سياسية، تفريغ مدينة الموصل من سكانها الأصليين، تفريغ مدينة الموصل من قيمها وعاداتها الاجتماعية ورصانتها العلمية. وهناك الحقيقة تحديات كبيرة ستواجه مدينة الموصل في الوقت الحالي، ومن ضمن إحدى التحديات هي الاستيلاء على الجوامع والمساجد ودور العبادة في مدينة الموصل، وصبغها بصبغة طائفية معينة، وذلك الاستمرار والخط ما بين إيران وسوريا، وحجرة العثرة هي مدينة الموصل، والكل يعلم ذلك. ويجب على مدينة الموصل كما قالها ممثل الحرس الإيراني، عليها أن تتشيع بكل الطرق، عليها أن تتشيع، ولذلك تجد الشرفاء محاربين وتهمة الدعشنة موجودة وكل من يحترم. نعم، شكرا جزيلا لك من فيينا، صحفي والإعلامي زياد السنجري.